بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور مهندس احمد سر عبد الحميد، استاذ مساعد بكليه الهندسه والمطريه جامعه حلوان. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن مقدمه عن الارتفيشال نيورال نتورك. يمكن احنا كنا بنتكلم قبل كده او اتحكينا قبل كده عن مقدمه عن الذكاء الصناعي بصفه عامه او الكمبيوتيشنال انتليجنس. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مقدمه عن الارتفيشال نيورال نتورك. طبعا كلنا عارفين ان المخ البشري بيتكون من مجموعه من الخلايا العصبيه المتشابكه والمعقده في التركيب. طبعا زي ما احنا عارفين كلنا ان يعني تقريبا في حدود من 10 الى 20% من الخلايا ديت بس اللي معروف الوظائف بتاعتها، وما زالت الابحاث يعني او عاوز اقول ديت يعني دي النسبه اللي هي المؤكده. طبعا باقي العقل البشري مازال لغز، ومازال يعني العالم كله بيحاول يعني يبحث في وظيفة باقي أجزاء المخ. النهاردة الحقيقة هنتكلم عن محاكاة للعقل البشري اللي هي النيورال نتورك. وبالتالي احنا في الأول لازم ندرس الخلايا العصبية الطبيعية أو الناتشر أو البيولوجيكال نيورونز، أو اللي هي الخلايا العصبية الطبيعية. طبعا كلنا عارفين ان الخلايا العصبيه يعني زي ما انت شايفها يعني زي ما احنا شايفين قدامنا، في عندنا نيوكليوس اللي هي النواه، وفي عندنا الدندرايت، وفي عندنا السيل بودي اللي هو الجسم يعني، وعندنا اكسون اللي هي النهايات الطرفيه، وعندنا حاجه اسمها سينابس او اللي هي الوصلات. زي ما احنا شايفين كل خليه بترتبط بالاخرى عن طريق السينابس. خلي بالكم ان السينابس ديت اللي هي عباره عن وصله، خلي بالكم الطريق اللي بتمشي فيه حاجه اسمها الاكسون. الشكل ده الحقيقه لازم نحن نفهمه كويس جدا. وخلي بالكم ان احنا في الاساس يعني ما كناش عارفين حاجه خالص عن العقل البشري، لحد لما جم الجماعه بتوع الطب وابتدوا يدرسوا الخلايا العصبيه في المخ، وبعدين حطوا لنا الشكل التشريحي ده. طب احنا بعد كده عملنا معاهم ايه؟ هم ابتدوا، طبعا كلنا عارفين الاعصاب يعني كلها بتشتغل عن طريق كهرباء او عباره عن اشارات. طبعا هم ابتدوا يدرسوا الاشارات الداخله والخارجه لكل خليه، ومن هنا يعني قسموها الى الشكل البسيط اللي قدامنا ده. خلي بالكم ان احنا بنتكلم عن خليه. الخليه تقدر تقول ان هي بروسيسنج يونت او وحده معالجه، لها انبوت ولها اوتبوت، وجواها بيحصل بروسيسنج. القصه كلها ان كل خليه والاخرى بترتبط يعني مرتبطين ببعض، يعني ممكن خليه توصل لخليه. طب هتوصل لها ايه؟ توصل لها اشاره. طب والاشاره قوتها قد ايه؟ قوتها او مثلا او حتى نوعها، ده كله متوقف على نوع التطبيق او نوع الخليه دي اساسا بتحس بايه. خلي بالكم ان العقل البشري فيه خلايا مثلا للاحساس، فيه خلايا للتذوق، فيه خلايا للنظر، فيه خلايا الكذا، يعني اذا حتى الخليه العصبيه نفسها بيبقى لها فانكشن. اذا معنى كده الاشارات مش واحده مش كده بس، ده في حاجه اسمها الميول او حاجه اسمها النزعه. يعني الانسان وهو متنرفز الخليه العصبيه نفسها لوحدها الريسبونس بتاعها مختلف مثلا عن لما يكون الانسان هادي. نفس الخليه هي بنفس وظيفتها. معنى كده، وخلي بالكم ان يعني اللي احنا عاوزين نتكلم فيه ان الريسبونس نفسه مختلف. وعلى فكره من هنا بقى ظهرت طرق كتير جدا لدراسه الارتفيشال نيورال نتورك. طيب بعد ما احنا عرفنا التركيب الشكل بتاعها، هو بس الحقيقه انا عاوز برضو انبه على ان يعني مثلا انا بتكلم هنا مثلا في حاله الدندرايت ده عارف يعني بتجيله اشارات من خلايا اخرى زي ما احنا اتفقنا اهو، زي ما انت شايف يعني دي زي دي بالظبط. هنا الدندرايت عن طريق السينابس او عن طريق الوصله دي، يعني هنا يعني هنا بيجي له اشاره، من هنا بيجي له اشاره، هنا بيجي له اشاره، هنا بيجي له اشاره. اللي انا عاوز اقوله ايه؟ ان انا عندي مالتيبل انبوت وسنجل اوتبوت. هتقول لي امال الاكسون هو بيتفرع؟ لا، هنا الاكسون الاشاره واحده، المخرج واحد، بيتم تقسيمها. ومن هنا افهم كويس جدا عشان خاطر النيورال نتورك مش صعبه. كل واحد، بعض الناس بياخدوا نزعات ناس قبل كده، كل واحد يا جماعه ومخه، انما الموضوع سهل جدا زي ما قلت لك، حاول تفهمها زي ما انا فاهمها. تاني، انا عندي مالتيبل انبوت وعندي سنجل اوتبوت. السنجل اوتبوت ده بيتكسر او بيتوزع،
لو اتجمع يديك الاشاره الاصليه، خلي بالك الاشاره اللي هي الايه اللي هي اسمها الاوتبوت. تمام كده، كويس جدا. يبقى انا عرفت مالتيبل انبوت وسنجل اوتبوت. تمام، الشكل الرياضي بتاعها هو المنظر اللي احنا شايفينه. عندي انبوت سيجنال، اشاره داخله واشاره طالعه، في النص بيحصل بروسيسنج، افهمها بالطريقه دي. يبقى هو دوت الارتفيشال نيورون. خلي بالك البيولوجيكال نيورون احنا شفناه قبل كده اهو، ادرس الحته دي، المنظر من هنا لحد هنا بس كده، هو المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي. يبقى الارتفيشال نيورون هو عباره عن ها نموذج رياضي للبيولوجيكال نيورون. نفس القصه زي ما قلت لك، مالتيبل انبوتس او يعني مدخلات متعدده وسنجل اوتبوت. خلي بالك ان احنا هنا بنتكلم على برضو ان انا بيحصل عندي معالجه بروسيسنج. طيب الاول بس الانبوت سيجنالز دي تخش زي ما هي، تحصل مشكله لو دخلت زي ما هي. في بعض النيورونز بتخش زي ما هي زي الانبوت نيورونز. بعد كده هنعرف ان النيورونز نفسه ليه انواع، في انبوت نيورون وفي اوتبوت نيورون، في حاجه اسمها هيدن نيورون. يعني عندي ثلاث انواع من النيورونز نفسها. انبوت نيورون ده عباره عن نيورونز بتستقبل المدخلات، اوتبوت نيورون عباره عن نيورونز بتطلع مخرجات. طب والهيدن نيورون دي بتبقى بروسيسنج نيورونز او بروسيسنج يونتس، دي بتبقى معالجه، بتبقى ما بين الاثنين في حاله المالتي لاير بريسبترون. في انواع من انواع شبكات ما بقاش فيها هيدن نيورون زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله. طيب كده انا عرفت ان الاشاره وهي داخله دلوقتي، ركز معايا، غالبا بيحصل لها ها تصغير تكبير على حسب نوع التطبيق اللي انا شغال فيه. الفاكتور اللي بتضرب فيه الانبوتس اسمه ويت، وزن. اذا معنى كده ان انا بقولت لك الاشاره ما بتخشش مباشره، يعني احيانا الويت ده بيبقى بواحد زي في حاله الانبوت، زي في حاله الانبوت نيورونز زي ما انا قلت لكم قبل كده. اذا كل اشاره داخله من هنا الى النيورون تايمز او مالتيبلايد ويز ويت، وزن معين. خلاص عرفنا. بعد كده الحاجات اللي اتضربت في الاوزان دي ها، او مثلا حصل لها معالجه بالاوزان او تغيير بالاوزان، تغيير ايه اللي بيحصل؟ بتتجمع وتخش الى ها، تخش الى فانكشن او يعني الى داله، يعني فانكشن يعني بتعمل معالجه. دي الاشارات اللي دخلت، اشارات دخلت وبعدين بتطلع اشاره واحده، تطلع اشاره واحده، بتطلع اشاره واحده. اشاره واحده دي بقى ايه اللي يحصل لها بعد كده؟ احنا بعد كده هنعرف ايه اللي بيحصل للاوتبوت سيجنال. تمام، ده المنظر اللي انا كنت بحكي لكم عليه اللي هو مالتي لاير بيرسبترون، اللي هو ها البيرسبترون بيتكون من انبوت لاير وهيدن او اكتر هيدن لايرز. هنا طبعا مكتوب او هنا احنا يعني راسمين اللي هي يعني الجزء اللي يعني البدايات بتاعه مالتي لاير بيرسبترون اللي هو بيبقى فيه وان هيدن لاير بس، وبعد كده الاوتبوت لاير. ده الحقيقه المنظر يعني اللي احنا عاوزين نتعلم منه. بصوا الانبوت نيورون، الانبوت نيورون انا قلت لكم قبل كده ممكن يحصل ها ان يعني ان تبقى الاوزان كلها مالها، او يعني اللي داخل يعني زي اللي طالع. نفس قصه مين؟ زي حاله الانبوت نيورون، شايف دخل مدخل واحد بس مش كده؟ وبعدين يا جماعه كان الاوزان كلها بواحد، كل الاشارات بتاعته اللي داخله النيورون ده كلها بواحد، وحيد يعني كلها اشاره واحده. فهمتني؟ في حين لما تبص على الهيدن نيورون لوحده، لا ده هنا في مختلف، الاشاره اللي جايه من نيورون ده غير الاشاره اللي جايه من نيورون ده غير الاشاره اللي جايه من نيورون ده، كل واحد فيهم مضروب في وزنه. لاحظ ان المخرج هنا كان واحد، هنا في النقطه دي كان واحد يتوزع فراكشند. لو اتجمع يديك الاشاره اللي هنا، لو اتجمع ورجع لاصله يديك الاشاره اللي هنا. نفس القصه برضه في حاله الهيدن نيورون، شايف جايين لها مين؟ اشارات مختلفه. دول لو اتجمعوا ملهمش معنى، لان دول جايين من مصادر مختلفه. دول لو جمعوا ديك اشاره هنا تعتبر اشاره مدخله الى الهيدن نيورون، وبعدين لما يطلع مين؟ طلع زي ما احنا قلنا قبل كده سنجل اوتبوت. تمام، طب الاوتبوت نيورون، الاوتبوت نيورون يشبه كتير جدا الهيدن نيورون. الفرق الوحيد ان في حاله الهيدن نيورون الاشاره بتاعته هنا كانت بتتفرق، هنا كان ممكن يبقى عندي اكتر من اوتبوت لاير.
انما في حاله الاوتبوت لاير اللي بيحصل او الاوتبوت نيورون، الاشارات اللي كانت مختلفه تتجمع مع بعض بيطلع سنجل اوتبوت لوحده، بعدين ما بيتوزعش تاني، يشبه كتير جدا الانبوت نيورون. بس الفرق ان في حاله الانبوت سنجل الانبوت نيورون، سنجل انبوت، سنجل انبوت، مالتيبل اوتبوت. في حاله الاوتبوت نيورون مالتيبل، ها مالتيبل انبوت وسنجل اوتبوت. تمام، كويس جدا كده. احنا عرفنا طبعا البروسيسنج بيحصل في حاله يعني عن طريق الانتر اكشن ما بين الانبوت والهيدن والاوتبوت نيورونز. طبعا كلنا عارفين ان البروسيسنج بيتم عن طريق معادلات رياضيه. احنا الاول دلوقتي كنا بنتكلم على موضوع الاشاره، ادي الاشاره يا سيدي، ادي هو دوت النيورون بتاعنا، ودي الفانكشن اللي احنا سميناها اف. الفانكشن اسمها اف دي بيدخل لها بارامترز، مدخلات من اكتر من نيورونز من اللي قبلها، نيورونز قبلها. احنا هنا طبعا بنتكلم كلام عام. طيب هنا جاي لها كانت جاي لها اشاره زد من نيورون اسمه واحد، وهنا اشاره زد من نيورون اسمه اتنين، ونفس القصه زي ما قلت لكم كل اشاره من دول بتضرب وزن اهو، يبقى زد 1 ها نيو 1 زد 2 نيو 2 وهكذا. اذا دول كلهم بيتجمعوا بيديك متغير اسمه نت، ده الجمع سميشن. احيانا التجميعه دي بتبقى تضريبه ضرب، يعني ده خلي بالكم الزد بتبقى مرفوعه للباور نيو مش مضروبه، يعني ده باور ده، ماشي خلاص. يبقى احنا كده عرفنا القصه عامله ازاي. خلي بالكم ان هم برضو في الاخر برضو ها بيتجمعوا، بس هنا بيتجمع بالاساس، هنا بيتجمع بالاساس، يعني هنا يعني هنا عندك زد واحد باور 1 بلس زد 2 باور 2، هنا لا هنا زد 1 ها تايمز نيو 1 بلس كذا. اذا حاصل ضرب ده في ده، انما هنا مرفوعه للباور، هنا العلاقه بين الزد والنيو، هنا الوزن بيتضرب ويتجمع، انما هنا بيترفع للباور ويتجمع برضو. اذا هو برضو بيتجمع، بس المشكله هو بيترفع للباور، بيترفع للباور. اذا ديت دي الفانكشن اسمها ايه اللي اسمها نت. خلي بالكم يعني احنا خلينا نقول بس ان هو الموضوع ان هي الاشاره نفسها بتتغير، الاشاره نفسها زي ما قلت لكم اسف الاشاره بيحصلها تعديل موديفيكيشن، وزي ما قلت لك يا اما يبقى التعديل عن طريق ان انا ادخلها لحاجه اسمها سميشن يونت، او احيانا بتبقى في حاله لما هي تترفع للضرب او قصدي ترفع للباور بيسموها برودكت يونت بي يو. يبقى دي اسمها اس يو، دي اسمها اس يو سميشن يونت، انما دي اسمها ها برودكت يونت، برودكت يونت. خلي بالكم ان السميشن يونت احنا في الحاله بتاعتنا هنا هو يعني خلينا نقول يعني الاكثر استخداما الصراحه هي السميشن، الصراحه هي الاكثر استخداما هي دي. خلي بالكم ان يعني القصة موضوع ان انا اضرب او ما اضربش، يعني او ان انا استعمل قصدي سميشن او لا، ده طبعا حسب التطبيق. احيان كتير جدا البرودكت يونت ديت او البي يو بتحصل فيها مشكلة نتيجة ان الحاسب نتيجة الضرب معدل تغير كتير جدا، فالارقام بتطلع هيوج فير هيوج، فبالتالي تتعدى حدود سواء كان الميموري او سواء كان تعريف الدبل او تعريف يعني قصدي اللي انا بتكلم على المتغيرات اللي هي داخله في الحسابات. فغالبا صراحه البرودكت يونت دي بتعمل يعني بتعمل ماكسمايزيشن، بس هي طبعا بيبقى فيها ميزه ان هي بتوضح الفروق كتير جدا، بتعمل عمليه ماجنيفيكيشن. يمكن اللي اشتغل في المجال ده يعني يقدر يعرف ان كل حاجه لها مزايا ولها ايه ولها عيوب. برضو خلي بالكم ان القصه بتاعت برودكت يونت ديت موضوع ان هو يقعد يضرب كده، يعني او ان هي طبعا مرفوعه للباور، طبعا دي بتبقى زي ما قلت لكم بتبقى ايه يعني بتعمل تعمليه تكبير لحته الاشاره. طيب كده انت عرفت الداله اللي اسمها الفانكشن اسمها اف، وعرفت متغير اسمه نت. الفانكشن دي تتطبق على النت، بس امال ايه السي دي او السيتا؟ السيتا ثريشولد، احنا بنسميها السماحيه او ثريشولد. ده معنى كده
ان النيورال نتورك ديت بتعمل عملية امتصاص، امتصاص للإشارات. يعني لو انت عاوز تشبهها او تعمل عملية تشبيه بينها وبين الليس سكوير، تقدر تقول ان الليس سكوير احيانا بيبقى فيها سمح، يعني مش سمح، بيبقى فيها حاجة زي نويز مسموح بيه. يعني مثلا لو انا عندي نقط سكترت وخط مستقيم، النقط دي متباعدة، انت ممكن تحط شرط تقول والله النقط دي البعيدة شوية مثلا مسافة كذا اعتبرها تبع الخط. انا بتكلم مش في المعادلة، بتكلم عند الاعتبار لما تيجي تدرس مشكلة، حاجة عاملة زي السماحية كده. اذا هي بتمتص جزء من ايه، ها، من الاشارة. وطبعا ده سر فيها، زمان ما كانوش بيحطوا الثريشولد ده، كان كنت محتاج انك تخلي الاشارة اللي هي النت دي اللي هي جاية اساسا من الاشارات زد والاوزان نيو، لازم تكون شارب، لازم تكون سليمة 100%، يعني سليم يعني في علاقة رياضية بالفعل. انما طبعا الكلام ده بيبقى غير متاح، مين هيقدر يعمل تجارب في المعمل ويطبق كل الشروط والكلام ده كله؟ طبعا ده كلام نظري. اذا السيتا ده عبارة عن حاجة اسمها الثريشولد، او ان انا بقدر احط حاجة زي سماحية بحيث ان تبقى يعني ما تدينيش الاشارة، يعني مش معناها ان هي يا يا لا، مش لا لا، عندي سماحية، عندي رينج اتحرك فيه اللي هو الثيتا، تمام. طبعا المخرج في الاخر هو او بيبقى ناتج تطبيق الدالة اف على ان على النت ناقص ثيتا. خلي بالكم السماحية مش في الاشارة، السماحية بعد تطبيق، ها، بعد ما احسب النت، مش الاف نت وبعد كده ناقص ثيتا، لا. يعني انا الاول خلاص احسب النت وبعدين احط الثريشولد، احط ايه الثريشولد بتاعي وبعدين اطبق الايه الفانكشن على الاثنين، تمام كده. احنا عرفنا الجزئيه بتاعه الارتفيشال نيورون. بص كويس على الارتفيشال نيورون عشان احنا هنحتاج التعريف ده. يبقى المخرج بتاعي هو او اشاره طالعه من مدخلات متعدده. المدخلات المتعدده بتتحسب عن طريق مدخل اسمه نت، والنت بيخش الى فانكشن اسمها اف، زي ما احنا هنشوف ان شاء الله قدام شويه. طيب الفانكشن اف اسمها اكتيفيشن فانكشن اللي هي اللي فاتت دي، انواعها ايه؟ في انواع كتير جدا بقى. اتفرج، اول حاجه لينير فانكشن. اللينير فانكشن زي ما انت شايف كده، تبقى عباره عن خط مستقيم. معادلتها شكلها ازاي؟ الاف نت بتساوي لامدا في نت ناقص ثيتا، اعتبر دول اسمهم اكس، زي واي بتساوي اي اكس. طبعا واضح ان هي ما فيش فيها مقدار ثابت، اذا لازم تمر بنقطه الاصل، مش كده؟ يبقى ايه، ها، الاف بتاعه الارتفيشال نيورال نتورك او الاكتيفيشن فانكشن، يعني اللي هي هطبقها على النت ناقص ثيتا اللي هو ثريشولد، بتساوي مقدار ثابت في المتغير بتاعي. وانا قلت المتغير اسمه نت ناقص ثيتا مش نت لوحدها، ده لو كانت هي لينير. في عندنا فانكشن تاني، في عندنا فانكشن تاني اسمها ستيب فانكشن او ستيبد. الستيب فانكشن دي مشكلتها ان هي مش معادله واحده، ده هي كيسز، هي كيسز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو احنا خدنا بالنا السبيس بتاعي عندي رينج، عندي رينج معين. يعني ايه رينج معين؟ في حاله لما تبقى نت ناقص ثيتا من كذا لحد كذا، هاخدها بالمقدار، ها، المقدار ده، بالمقدار ده، تمام. طبعا خلي بالكم ان يعني المقدار جاما دوت او المقدار ده، يعني اللي هو ده جاما 2 ده او جاما 1، مرتبط بالرينج من كذا لحد كذا لحد المقدار هنا اسمه ثيتا، مش كده؟ انا بتكلم عن المحور ده، خلاص. هيبقى يدينا ايه، ها، هيدينا قيمه الداله اف تبقى ليها قيمه. طب وبعد كده من اول هنا لحد قدام شويه يديك قيمه تاني، قد تكون موجبه او سالبه زي ما احنا شايفين كده. احيانا بتبقى اليساوي مع لامدا 1 او مع لامدا 2، مش هتفرق حسب الراجل هو مبرمجها ازاي او هو يعني الفرضيه بتاعته ازاي. طبعا معنى كده انك ممكن تلاقي مجموعه معينه بتاخد لامدا من هنا لهنا انترفال معينه، وبعدين من بيريود تاني او فتره اخرى او انترفال تاني بتاخد قيمه اخرى. طبعا ده غير مفاجئ. احيانا بيكون ده مفيد واحيانا لا. بصراحه احيانا بيكون مفيد بعض التطبيقات بتكون مفيده وبعضها لا، يعني اقصد ما بينفعش فيها. طبعا واضح اللينير تغير تدريجي، انما دي تغير مفاجئ من لندا 2 او من جامعه 2 الى جامعه 1، هنا تغير تدريجي.
في بعض التطبيقات بتحتاج الكلام ده، او يعني بتحتاج لينير فانكشن، بعدها تحتاج ستيب فانكشن، على حسب نوع التطبيق. في حاجات تاني ميكس ما بين الاتنين زي الرامب. الرامب بتبتدي من رينج الرينج قيمه ثابته، وبعدين تبتدي لينير تتغير تغير خطي، وبعدين تبدا مقدار ثابت مره تاني في رينج تاني معين. اذا هي تقدر تقسمها الى 3 رينجز، من هنا لحد هنا، ومن هنا لحد هنا، ومن هنا لحد هنا. من اول ما لا نهايه مثلا لحد هنا، من اول سالب ما لا نهايه لحد القيمه دي هتاخد قيمه سالب جاما، ومن اول سالب جاما اسف من اول القيمه اللي هنا لحد القيمه اللي هنا معايا، ايه اللي هيحصل؟ هتاخد تغير خطي، تغير خطي، وبعدها مأمور زان القيمه دي تبقى هتثبت تاني مره اخرى. الشكل بتاعها هو المنظر اللي احنا شايفينه تحت ده، زي ما انت شايف تلات حالات، مره تاخد جاما، مره تاخد سالب جاما، وبعد كده تغير خطي هتاخد نت ناقص جاما. طبعا ده هتبقى معادله خطيه زي اللي خدناها اللي فاتت، زي المره اللي فاتت بالظبط. طبعا خلي بالكم هنا هو بيتكلم على القيمه ايبسلون على اساس ان هي ايه، هو دوت المتغير بتاعي اللي انا ايه بزيد او انقص عليه على المحور اكس. اشهر الدوال اللي كلها هو سيجمويد، سيجمويد فانكشن زي ما انت شايفها كده، دي المعادله بتاعتها شكلها عامل ازاي، شكلها عامل كده، ودي يمكن اشهرهم اشهرهم، وصراحه تكاد تكون انسبهم. التغير المفاجئ مش مفيد، التغير الخطي مش واقعي، مش كل المشاكل في حياتنا التغير فيها لينير او خطي. وبعدين في نفس الوقت احيانا بتبقى الحاجات لما بتزيد التغير بيقل، او يعني معادلات التغير بتنقص، ده قد يكون مفيد جدا 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 في بعض التطبيقات الهندسيه. بعض التطبيقات الهندسيه البيهيفير ده مفيد جدا جدا جدا، موضوع ان انا لا كل ما تزود توصل الى ما النهايه، ده الحقيقه يعني الى حد ما ماثيماتيكالي مقبول في تطبيقات كتير جدا جدا في حياتنا. طبعا سيجمود فانكشن اثبتت كفاءه عاليه جدا في مثلا مجال الريموت سنسنج، او مجال الايمج كلاسيفيكيشن، او مجال الديب ليرنينج بصفه عامه، بصفه خاصه. بعد كده عندنا الهايبربوليك تانجنت فانكشن، معادلتها اهي منظرها شبيه شويه بالسيجمويد، بس الحقيقه فيها شويه يعني ميل الخط يعني او يعني يعني قليل شويه. شايف هنا في عندنا يعني شويه شارب شويه هنا، شايف يعني طبعا فيهم شبه كبير، بس زي ما قلت لكم خلي بالكم برضه السيجمود مش بتعدي بالصفر، دي نقطه مهمه جدا. يعني اقصد يعني شايف هي بتتراوح، يعني هي باستمرار هتطلع مثلا من صفر لواحد، ممكن طبعا تنزل، ممكن، بس المعادله دي هتتغير. يعني لو ان دي نزلت هنا الصفر، دي كده في الحاله دي هتتغير، هيبقى عندك رينج سالب ورينج موجب، هيبقى عندك رينج سالب ورينج موجب. وخلي بالك ان انا هنا بتكلم على واحد زائد، يعني مقدار واحد في المقام، الباست واحد خلاص امره انتهى باستمرار بوزيتيف. شايف المقام هنا واحد زائد، خلي بالكم هنا انا بتكلم على حته على الجزئيه بتاعت الاشاره نفسها. فالسيجمود فانكشن في الحاله المنظر قدامنا دي بتطلع باستمرار، هي باستمرار هتطلع القيم من هنا لهنا، اذا هي يعني النت ناقص فايده سالب او موجب معايا. طبعا هنا هتبقى يا اما صفر يا واحد، ممكن تنزل تحت يبقى يا من اول واحد لحد سالب واحد ينفع. طبعا المعادله دي في الحاله دي هتتغير، الرينج بتاعنا هيتغير زي ما انا قلت لك. الصراحه هنا في عندنا معامل اسمه لامدا بيتضرب احيانا في النت ناقص ثيتا، ده الحته اللي احنا كنا قلنا عليها حاجه اسمها الجين بارامتر. الجين بارامتر او لامدا، الجين بارامتر ده اللي هو المعامل او بتاع الخط المستقيم اللي احنا قلنا احيانا بيبقى فيه عندي ايه، يعني في احيانا لما بتبقى الرينج ده هو بيقص يعني بيقرب الى خط مستقيم زي ما قلت لك بيبقى فيه شكل خطي. هنا طبعا هنا هي باور نيجاتيف لامدا تايمز نت ناقص ثيتا جوه البراكت. تمام كده انت عرفت الاكتيفيشن فانكشن، انما زي ما قلت لك ممكن السيجمويد تنزل تحت هنا، هيبقى الرينج بتاعنا هتلاقيه من واحد الى سالب واحد. هنا طبعا هايبربوليك اهو، هنا الهايبربوليك زي ما انت شايف تانجنت فعلا من واحد لسالب واحد، بس معادلتها مختلفه شويه اهي. اتفقنا. زي ما قلت لك انا هنا بتعامل مع رينج في حاله واي، في حاله الاف قيمه الفانكشن. طبعا ده اللي مشهوره جدا اللي هي جاوسن فانكشن، مفيده في بعض الحالات وبعضها لا الحقيقه.
يعني بعض التطبيقات بترفضها شوية، لأن هي الحقيقة بتتمحور حول المحور، يعني ده الحقيقة تطبيقات يعني ما فيش، يعني على حسب نوع المشكلة. إذا كانت المشكلة بتخضع للشكل ده هنطبق فيها هتطلع سليمة أو هتطلع كويسة جدا، زي ما قلت لكم يعني حسب التطبيق اللي احنا شغالين فيه. الارتفيشال نيورون جيومتري، ايه المعنى الهندسي للارتفيشال نيورون؟ الارتفيشال نيورون بيقسم السبيس بتاع البروبلم او بتاع الاشاره يعني اللي جايه لك، بيقسمها الى ايه بقى؟ الى فراغين، فراغ تحت الخط وفراغ فوق الخط. هنا احنا شارحينها يعني عايزين نتكلم ان هو شغالين على مثلا الرامب ولا حاجه، يعني احنا هنا طبعا هنا ايه، احنا هنا هو بنفترض اي نوع اكتيفيشن فانكشن معانا. فبالتالي زي ما قلت لك هنا في عندنا جزء بيبقى ايه، ها فوقي، هنا جزء سفلي تحت. يعني هنا لما تبقى ها نت ناقص فاي اقل من صفر، وهنا لما تبقى ايه نت ناقص فاي اكبر من صفر، وهنا لو وقع عليها يبقى نت ناقص فاي بيساوي صفر، مش كده؟ مفيش عندي اي يعني ما عنديش قصدي ما عنديش قيمه ليها، يعني مش اكبر ولا اصغر، مش كده؟ طبعا خلي بالك يعني معنى كده انك انت بتقسم السبيس، بتقسم السبيس. طيب خلي بالك برضو ان نت ناقص سيتا هنا هو متعوضه معانا، يعني هنا نت ناقص سيتا مش نت بس، زي ما قلت لك السبب في هنا ان انا هنا بدرس حالات واقعيه، اذا لازم يكون معاك نت ناقص سيتا. طيب كده انت عرفت الجيومتري بتاعت النيورون ايه. تعال نشوف بقى طرق التعلم او طرق التعليم ارتفيشال نيورون، عشان نكون متفقين كلمة تعليم رياضيا تحت يعني معناها ان بيحصل اتريشن، يعني عندنا تعليم بيتم عن طريق ان انا بعمل محاولات، مفيش حاجة اسمها يتعلم من اول ترايل، ده مش هيبقى اسمه تعليم، ما اسموش ليرنينج، يعني ده اسمه ديترمينيشن تحديد. انما التعليم بيعتمد على ان انا بعمل اتريشن ويبتدي يحصل ها وصول او تقارب للحل. اول نوع من انواع التعليم حاجه اسمها سوبرفايزد ليرنينج. السوبرفايزد ليرنينج معناه تعليم تحت الاشراف. خلي بالكم احنا في الحاله بتاعتنا، يعني تعال نشوف الكلام الاكاديمي المكتوب ايه. Where the neuron or neural network is provided with a data set consisting of input vectors and target او desired output associated with each input vector. ده معنى ايه؟ معناه يا جماعه ان انا عندي input وعندي output، يعني عندي input و output، يعني الشبكه او النتورك بتاعتي، نيورال نتورك بتاعتي لها input ولها output، والoutput بتاعها ده معروف. فايه اللي بيحصل؟ بقوم مدخل ها مدخل input بتاعتي، وبعدين تطلع الoutput، اقارنه بالoutput الصحيح اللي عندي اللي هو كان معلوم، وبعدين لما اقارن اطرح ده من ده مثلا او اطلع ايرور، الايرور ده ارجع اصلحه، فبرجع بالراجع، ودي اسمها باك، دي اسمها باك بروباجيشن. يعني انا كنت عاوز افهم السوبرفايزر، اقدر ابص على المنظر اللي احنا كنا شفناه اللي هو بتاع نيرون اللي هو كان ده، هنا دخل انبوتس يحسب يوصل النيورونز اللي بعدها، والنيورونز اللي بعدها توصل لحد الاوتبوت، هنا في اوتبوت طلع من الشبكه، اقارن ده الاوتبوت بتاع الشبكه، اقارنه بالاوتبوت الصحيح. طبعا ده دوت بيكون معلوم عشان دوت سوبرفايزد، لما يقارنوا مع بعض يرجع بالراجع يصلح بقى هنا. انت هتقول لي يصلح الاشارات ازاي؟ مش هيصلح الاشارات، يصلح النيو اللي هي الويت، انما الاشارات ما بتتغيرش مالناش دعوه بيها، بيعاد حساب الاشارات بالراجع، انما هنا الويت هو اللي بتصلح. يبقى انا هنا بس وانا برجع بصلح الاوزان بس، الاشارات كده هتتصلح، انما الاوزان اصلحها دلوقتي، بعد ما يصلح هنا بعد كده يصلح هنا بعد كده يرجع هنا، هنا الانبوت ثابت، يحسب المخرجات بالاوزان الجديده هنا، وبعدين هنا يوصل هنا تاني، اللي يحصل تاني يقارن الاوت بتاع الشبكه الجديد بالاوت بوت الاصلي ويحصل تصحيح، وهكذا وهكذا، يفضل رايح جاي رايح جاي رايح جاي الى ان تثبت الاوزان. شايفين القصه ازاي؟ يبقى الاوزان تثبت، لما تثبت الاوزان كده انت وصلت او وصلت للشبكه التي تمثل المشكله اللي سيادتك بتدرسها. زي ما قلت لكم ابحاث كتير جدا، في ناس ما كانتش فاهمه الارتفيشال نيورال نتورك، زي ما قلت لكم موضوع سهل جدا، جاست انك انت تفهمه بطريقه بسيطه اللي انا بشرحها لك دي،
هتلاقيها ايه سهله جدا معاك خلاص. يبقى هو يقعد، هي طبعا بيقعد يعمل اوبتمايزيشن، وخلي بالكم هنا الاوبتمايزيشن للايرور، انه بيقارن الاوتبوت بتاع الشبكه بالاوتبوت الحقيقي او بالنتائج الحقيقيه المعروفه، وده اسمه سوبرفايزد ليرنينج. اذا هنا المينيمايزيشن للايرور الى ان يتساوى او يوصل بينهم الفرق بسيط جدا جدا جدا، يهمل نيجليجابل، وبالتالي تبقى الشبكه اصبحت سليمه، اصبحت تمثل المشكله بتاعتي. نرجع تاني للراجع بتاعنا، اه برضو هنا ببص على نيو اللي بتتغير، الزدات دي او الاشارات اللي داخله ما بتتغيرش، دي بيعاد حسابها، اذا الاوزان بس اللي بتتغير. تمام، نرجع تاني للجزئيه بتاعتنا، ده اللي هو سوبرفايزد ليرنينج. ده خلاصه الكلام يا جماعه، هو ده خلاصه الكلام. زي ما قلت لك ان هو بيقارن، ها بيقارن الايرور اللي هو حاصل ما بين او اللي هو اللي عن طريق مقارنه الاوتبوت بتاع الشبكه بالتارجت او بالاوتبوت بتاع قصدي يعني اللي هو المعروف او القيم المعروفه، سواء كانت تجربه او سواء كانت نتائج يعني. لان سوبرفايزد ليرنينج الصراحه ده ما بيحصلش فيها مقارنه بينها وبين الواقع، ده بيفترض فرض، والفرض ده هو بيمشي عليه وبيعملوا اوبتمايزيشن بناء على هذا الاساس. عاوزين نقرا الكلام الاكاديمي، where the aim is to discover patterns or features in the input data with no assistance from the external from an external source. يعني مفيش اي مساعده من بره، ما عنديش اوتبوت معروف، عندي انبوت بس. عاوز اعرف مثال، انا هدي لك صوره وهقول لك طلع لي فيها اربع بني ادمين معايا. انا هنا وقلت لك ان في اربع بني ادمين، تقعد تعمل اتريشن، تفترض انك انت عندك اربع بني ادمين، تشوف مين هم اقرب اربعه فيتشرز باينين. خلي بالكم ان انا هنا ما بقولهوش الصوره دي بتاعت الفلاني الشخص الفلاني، ما قلتلوش كده، مش مديله حاجه انا يدور عليها. لو اديت له صوره بتاعت بني ادم وقلت له دور على بني ادم ده في الصوره، اه سامع بتتكلم صح، ده كده اصبح اسمها سوبرفايزد، او ان انا يعني اعلمه مسبقا، اقول الحته دي فيها شخص اللي اسمه محمد، الحته دي مثلا ميه، يدور هو في الصوره على اللي زيها تاني، ده اسمه سوبرفايزد. اتفقنا؟ اذا كده انت عرفت في حاله الانسوبرفايزد عامله ازاي. زي ما قلت لك ميني انسوبرفايزد ليرنينج الجوريزم بيزيكلي بيرفورم ا كلاسترنج. شفت المصطلح ده، كلمه اسمها كلاسترنج، معناها انك تجمع الحاجات تكومهم او تميزهم جوه حاجه، ده اسمه انسوبرفايزد. ان انا مش عارف انا بدور على ايه، انا بس يعني عمال اكومهم. زي واحد دخل راح لقى 3 4 تكوام يعني مكونين قرب بعض، هقسمهم ده 1 2 3 4، دخلت الفصل لقيت الفصل مقسوم نصين، مش هعرف كل مجموعه دي بتعمل ايه، او المجموعه دي بتمثل ايه، او ده حزب ايه وده حزب ايه. لا انا هبص بعيني، هبص الاقي اه ده دول ده دول مجموعه ودول مجموعه. طب دول مجموعه ايه يا عم؟ ما حدش يعرف دول مجموعه ايه. اتفقنا؟ ده اسمه unsupervised، طبعا بيبقى اكثر تعقيدا شويه صراحه، احيانا بتبقى الدقه اقل شويه من السوبرفايزد. السوبرفايزد الحقيقه يعني بيبقى ليه مزايا كتير جدا، بس زي ما قلت لكم مكلف من حيث من يعني التكلفه بتاعته عاليه جدا، انك انت عشان تجيب تريننج سيتس واخد بالك وتكونها والكلام ده كله، دي الحقيقه مكلفه. الانسوبرفايزد يعني نص العام ولا العام كله يعني، بدل طبعا انا مش عارف اي حاجه، طب انا اعمل unsupervised واشوف الدنيا تمشي ازاي، واعرف ايه الحاجه اللي عندي، يمكن اكتشف حاجه، يمكن كذا. طيب تمام، في نوع بين البنين وده اسمه reinforcement learning، كتير جدا من الناس مش قادرين يفهموه. reinforcement learning هو التعليم الناتج او عن طريق punishment او عن طريق penalty، بيعمل عمليه عقاب يعني مش عارف اقولها لكم ازاي، بس زي ما قلت لك عامله زي طريقه تعليم الحيوان، هديله مربع احمر ومربع اخضر، انا عاوز ياكل عاوز ياكل الاخضر مثلا، اذا كان الحيوان ده مثلا بيشوف الاحمر والاخضر مثلا، هو جرح واخد الحمراء رحت انا ضربته، المره اللي بعدها هياخد الخضره، اذا كان فهم ايه القصه دي، او انا عملت له ايه، عملته عمليه بينالايز يعني عقاب. الطريقه دي في التعليم اسمها reinforcement learning، كتير جدا من الناس الحقيقه مش فاهمينها، مع ان هي مفيده جدا، خاصه لما بكون معرض الى متغيرات وقتيه. السوبرفايزر والانسوبرفايزر بيفترض او هو بيسلك مسلك معين ثابت على طول، في حين الرينفورسمنت ليرنينج اثناء عمليه التعليم بيتلقى زي ارشاد، بس ارشاد مش ما قبل التطبيق، اثناء التطبيق، دي اسمها ايه، اسمها بينالتي.
الخلاصه مش عاوزين نزود في الموضوع، ان احنا الحقيقه عاملين له يعني محاضره لوحده الريفورسمنت، لان هو الحقيقه مش كتير من الناس فاهمينه. تمام كده انت عرفت انواع التعليم. تعالوا نشوف لحته التجميعه او الاوجمنتد فيكتورز زي ما احنا خدناها قبل كده. هنا انا بتكلم على الاس يو او السمشن يونت زي ما انت شايف. هنا طبعا انا بقول ان النت بتساوي ها سمشن ها زد اي تايمز نيو اي. الترم ده كله اللي احنا كنا قلنا عليه مش كده، وهنا بحط له ايه ثريشولد. يبقى ثريشولد بعد ما اكون حسبت ايه النت مش كده، او يعني اسف بكون يعني حطيت قيمه مسموحه بعد ما انا ما جمعت. انا ما هنا ما حطيتش مش حاطط السيتا للزد، لا سيتا بعد ما اكون جمعت وضربت الكلام ده كله هنا. تمام احيانا بتبقى بواحد، احيانا بتبقى كذا، مش فارقه هي السيتا دي قيمتها بكام، على حسب انا بستخدم معادله او يعني انا احيانا تبقى سيتا بتاعتك بصفر. احيانا لو واحد مثلا التطبيق بتاعه شغال بالطريقه دي مثلا ما عندوش سماحيات خالص ولا اي حاجه من الكلام ده كله بيحط سيتا بصفر مثلا، بس طبعا الكلام ده هيبقى صعب جدا والممكن اساسا مش هيدور مش هيلاقي الحل. غالبا بيبقى الحل بيبقى يعني بيبقى ما بيبقاش مش بيبقى بيرفكت زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب تمام خلاص كده انت عرفت ان انا احيانا زي ما قلت لكم بنحط ان هو بروسيسنج قيمه يعني قيمه اسمها سيتا تبقى تعمل عمليه ايه عمليه ثريشولد او بتمتص النويز اذا كان الداتا فيها نويز. طريقه التعليم اشهر طريقه اسمها جريديانت ديسنت ليرنينج جي دي ال، او الطريقه بتاعت اللي هي اسمها جريديانت ديسنت دي الحقيقه بتعتمد على التدرج، وتدرج ان هي بتقارن الخطا زي ما انت شايف ده شكل ده الخطا ودوت يعني وديت هي وده يعني وديت هي الويتس او ده او ده او ده اللي هو الوزن بصفه عامه. تبتدي هي الاول خالص باوزان كبيره وخطا كبير، ينزل زي ما احنا قلنا قبل كده يصلح الوزن. لما يصلح الوزن اكيد خطا ينقص، شايف خطا ينقص. طب لو انا صلحت والخطا زاد يبقى انت ماشي في اتجاه المعاكس، يبقى اشاره الاخطاء او التصحيحات غلط، دي حاجه معروفه. تمام ابتدي انزل 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 وانا زي ما انت شايف كده لحد ما اوصل لحد النقطه دي. النقطه دي فيها اقل خطا، انما الويت طب لو انت جيت غيرت الويتس يبتدي يزيد، يبقى الحل هنا هو ده المينيمم. عاوز امثل الكلام ده رياضيا، سامعك بتتكلم صح فعلا ده تفاضل، والتفاضل لازم يساوي صفر لان الميني ماكس لازم يبقى تفاضل بيساوي صفر. طب انا هسال سؤال، هو الاوزان اللي هي نيو اللي احنا قلناها دي بتتصلح ازاي؟ الاوزان بتتصلح عن طريق ان باخد الوزن القديم في التي معناها الاتريشن، هنا دي مش معناها ضرب، لا ده الوزن في الاتريشن رقم تي. بيعمل ايه؟ بياخد الوزن اللي فات في تي ناقص واحد الاتريشن اللي قبلها بيجمع عليه دلتا نيو مش كده؟ يبقى عندي نيو جديده تساوي نيو القديمه زائد دلتا نيو. ايه دلتا نيو؟ اللي هو التغير في الوزن. والتغير في الوزن اجيبه ازاي؟ التغير في الوزن عن طريق او يعني الدلتا نيو الجديد او الدلتا نيو اللي هي هتضاف على الوزن القديم اللي هي نيو القديمه. تجاب ازاي؟ تجاب عن طريق معدل تغير الخطا اللي هو ايه بالنسبه لنيو. طب الكلام ده ايه؟ لازم يكون في اشاره سالب لانه هيبقى باشاره معاكسه. لو ما حاطتش السالب هيبقى انت كده بتحط الايرور مش بتحط التصحيح. هنا انا بجمع، هنا مش بجمع خطا، بجمع تصحيح، والخطا معكوس التصحيح. اكررها تاني، الخطا معكوس التصحيح. الخطا اذا اتطرح من الحاجه، اذا اتطرح اتاخد من الحاجه يعني يطلع هيديك القيمه الصحيحه. التصحيح العكس، التصحيح اذا اتجمع على الحاجه يديك القيمه الصحيحه. طب انا عاوز الخطا ولا عاوز التصحيح؟ طب انا عاوز الكوركشن مش عاوز الايرور، عشان كده هنا في اشاره سالب. طب امال ايه المعامل اللي بره ده؟ حاجه اسمها الليرنينج ريت. طب واحنا ليه حاطين ان شاء الله ليرنينج ريت؟ لو ما حطيتش ليرنينج ريت هتلاقي الفانكشن بتاعتك تبقى عامله زي الساين ويف. ساين ويف يعني ايه؟ احيانا تبقى الخطا بموجبه السالب، مش عمرك بتوصل للحل. في حين لو انت حطيت ليرنينج ريت معدل تغير مسموح بيه بحيث انك انت ما تبقاش التصحيح اللي فات زي اللي قبله. فرضنا طلعوا اتنين، واحد موجب والتاني سالب، هتعمل ايه؟ هتبقى طبعا هيحصل فيها مشكله، فانا حاطين ليرنينج ريت عشان يعمل عمليه امتصاص. ممكن يبقى الخطا ده يعني يحتاج شويه انه يهدى، يعني عارف بينقص الاشاره وخلي بالك في دماغك الليرنينج ريت اقل من واحد صحيح.
ما ينفعش يبقى ازيد من واحد صحته، ده كده هيضخم المشكله، مش هيمتص جزء من المشكله اللي فيها، قصدي النويز اللي فيها. يبقى الليرنينج ريت اللي هو ده اللي هو ميو ده هيبقى ايه؟ ها زي ما احنا قلنا هو ده الليرنينج ريت لازم يكون اقل من واحد. طب وايه الترم ده؟ بارشال ابسون، او يعني بارشال ابسون باي بارشال نيو، ده معدل تغير الخطا بالنسبه للوزن. وده ان شاء الله يجاب ازاي؟ ها هيجاب من هنا. طب ودي جت منين؟ دي جت عن طريق المعادله الاولى اللي هو كان في حاجه اسمها المينيمايزيشن للخطا. لو احنا خدنا بالنا المعادله دي اهي فاضلها كده هتدي لك ايه؟ لو انا فضلت كل ترم من دول الاثنين تنزل اهي، صح؟ لاحظ ان كان في اشاره عندي بالسالب هنا اهي قاعده زي ما هي، ودي ناقص بي تنقص بواحد، هتبقى هنا هو تي ناقص بي، مش كده؟ وبعدين لاحظ ان الداله نفسها اسمها فانكشن، هي تضرب في مين؟ بارشال اف باي بارشال نت. خلي بالكم الفانكشن نفسها كان اسمها ايه؟ لو كنا احنا فاكرين احنا، خلي بالكم برضو في نقطه الحقيقه مهمه جدا جدا. هو انا دلوقتي لما كنت عاوز احسب معدل تغير، اعتبرت مين اللي سايب، مين اللي المقدار ثابت ومين المقدار متغير. الاشاره ثابته على فكره اهي، الاشاره ثابته. خلي بالكم ان ده دوت الاي مش كده، ده التي ناقص الاو بي مش كده. خلي بالكم انا هنا دلوقتي لما جيت فضلت لحد هنا ده كله ده كده مفهوم، ده كده لحد ده كده ايه مفهوم مش كده. انما تظل معانا مشكله. ايه هي بقى المشكله؟ النيو نفسها هنا النيو دي فين في المعادله دي؟ مش موجوده. ده نيو كانت عباره عن ايه؟ لو ان احنا فاكرين النيو كانت بتساوي الانبوتس او حاصل اللي هي نيو تايمز الزد. اذا معنى كده ايه؟ ها معنى كده ان الاي نفسها دي لازم تتجاب بالنسبه ايه؟ ها كما لو كانت عندي مقدارين مضروبين في بعض، الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاول، مش كده؟ الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاول. هي القصه اصلا كانت بتبقى كده، دول عباره عن متغيرين. لازم نلاحظ ان انا هنا بعمل عمليه تفاضل. لاحظ ان هنا عندي نيو مش موجوده في المعادله اللي هي ابسلون، انما هي ابسلون نفسها يعني قصدي نيو دي كانت بتضرب في الزد اللي هي الاشاره الاصليه. طب الاشاره الاصليه دي اساسا كانت بتاعت مين؟ دي كانت بتاعت المدخلات الى نيرون. لاحظ ان انا هنا بدرس النيرون لوحده، بدرس النيرون لوحده. طب الترم ده هو مين؟ الترم ده تقدر تقول ان هو معدل تغير النيو. يعني بص يعني خلينا نقول ايه، خلينا نقول لو ان انا قلت ان انا عندي نيو تايمز الزد اي اهو، دي هتيجي هنا مش كده، دي كانت راح تيجي هنا خلاص، عشان بس احنا ايه نبقى احنا فاهمينها كويس جدا. هتبقى ايه؟ هيبقى دوت تفاضل كلي، هيبقى بارشال اي بتساوي ها هتساوي المقدار ده مش كده تايمز ها بارشال نيو مضروب مين في الزد. طب الزد اي بي دي اشاره ثابته ما بتتغيرش، ما هيش تفاضل. اذا كل المشكله ان انا قلت لك ان اللي بيتغير هو الوزن. اذا مين بيتغير في دول كلهم؟ هم الوزن. انا هنا بجيب معدل تغير ابسلون او الخطا بالنسبه للوزن، انا غير في الاوزان. طب لما غير في الاوزان هل الاشاره تتغير؟ لا، الاشاره مش هتتغير مش كده. طيب خلاص، المهم الخلاصه ان انا قلت لك المعادله بتاعتي زي ما انت شايف كده بالمنظر، يعني اللي احنا شايفينه ان دلتا تي هتساوي القصه دي، اسف اللي هو بارشال اي باي بارشال ابسلون. هشيل الكلام ده كله واحط معاه الليرنينج ريت، طبعا ده هيدينا القيمه اللي انا كنت عاوزها هنا، اللي انا كنت عاوز دلتا نيو بتاعت التي، دلتا نيو بتاعت او يعني المقدار التصحيحي اللي احطه. تمام، هنا هشيل الترم ده واحطه هنا. لاحظ ان انا سالب في سالب يديك موجب مش كده. المهم كده الحقيقه المحاضره النهارده خلصت. كنا بنشرح او كنا بنوضح الارتفيشال نيورال نتورك كمقدمه، وعرفنا النيورون بيشتغل ازاي، وعرفنا بيعمل ايه، وعرفنا قواعد التعليم يعني بتتعمل ازاي. ان شاء الله المره الجايه هناخد السوبرفايزد ليرنينج نيورال نتورك. كان معكم دكتور احمد سراج الحميد، استاذ مساعد هندسه مطريه جامعه حلوان.